السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أبو ظهير؟ الله يعافيك. كل عام وأنت بخير، الله يصلح الكنية والذرية ويعطيك حتى يرضيك. الله يجزاك خير إن شاء الله ولت بالمثل ومن يسمع إن شاء الله. جاهزة للسؤال؟ أيوه. طيب طيب، يقول ما عملة الصين؟ الصين وش عملتها؟ ون أو يوان؟ عملة الصين ون ولا يوان؟ الأول ون أو يوان؟ الثاني. أثبت على الثانية؟ الثانية. أيوه ثبت على الثانية، وألف مبروك يا سمرة من الخميس مشيط، الإجابة صحيحة، ألف مبروك. يلي يتصلون خلوا صوتكم يعني قريب من التليفون عشان نسمع صوتكم، يكون بعيد. المبروك، الإجابة صحيحة، سمرة من خميس مشيط، وإن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية الحلقة. المبروك، كما قلنا لكم تطلع إن شاء الله شاشات البرامج المتاجر على الشاشة، متجر أحلى كلام الاتصالات، وأيضا متجر براند جود العطور، وايضا تدواق لجميع انواع العسل الفاخر، وايضا بنش الهوب للعود. بعد الاتصال القادم راح نحط لكم السؤال الثالث والاخير، سؤال التاج، وتشاركون وفالكم التوفيق جميعا. اتصال جاهز؟ الإجابة تحت هاشتاج 13، الروشن 13، حط إجابتك الصحيحة أو الإجابة. طبعاً معكم فرصة أنكم تتأكدون من إجاباتكم في سؤال التاج، خاصة لأن السؤال التاج أنزله وبعد 4 دقائق 5 دقائق نسحب على الإجابة الصحيحة من التاج، وبإمكانكم وقتها أنكم حليتوا السؤال وتأكدتوا من إجاباتكم. وأيضاً هنا السؤال المباشر يعني يكون واضح وصريح، ويعني سؤاله إجابته إن شاء الله سهلة، وحنا ما نقصر معكم في يعني تقريب الحل لكم، علشان إيش؟ إنكم تفوزون معنا كلكم وتكونون إن شاء الله مبسوطين وفرحانين معنا في هذه الفقرة، فقرة جمهور الروشن. بعد الاتصال القادم راح أحط لكم السؤال حق التاج، وهو بيكون السؤال تقريبا الأخير في التاج. مشكلة الاتصالات أكثرها تمسك بعدين يقطع، لأنك أنت يا المتصل ما تكون في شبكة، خليك في شبكة تراها كلها دقيقة وخلاص، وممكن تفوز معنا وتكون من الفائزين في هذه الفقرة في هذه الحلقة. كلكم مثل ما قلت لكم فائزين معنا، لأنكم إن شاء الله اللي ما فاز اليوم بيفوز بكرة ولا بعده، معكم حنا إلى نهاية البرنامج ونهاية الشهر الفضيل اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الله يقبل منا ومنكم، ويجعلنا وياكم المقبولين إن شاء الله في الدنيا والآخرة. إذا الاتصال جاهز، الاتصال قادم. مرحبا يا أميرة. السلام عليكم. السلام، مرحبا يا أميرة من الرياض. أهلا بك. جاهزة للسؤال؟ إيه جاهزة. طيب السؤال يقول ما هو النهر الأكثر عرضا بالعالم؟ نهر النيل أم نهر الأمازون؟ يعني أعرض نهر في العالم، نهر النيل أم نهر الأمازون؟ تعني الله عافيك، الأمازون. الأمازون؟ أي نعم الأمازون، والإجابة صحيحة، ألف مبروك يا أميرة من الرياض، نهر الأمازون هي الإجابة الصحيحة. والآن بنزلكم سؤال التاج، كم مرة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم؟ كم مرة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم؟ الصقور الخضر شرفونا في كل المحافل الرياضية سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد القاري، فبيض الله وجيههم. السؤال كم مرة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم؟ إجابتك في تاج الروشن 13،
علشان تعرف الطريق الصحيح في الإجابة، وليس على الخاص وليس على أي حساب ثاني، على التاج الروشن 13 حط إجابتك، وفي إن شاء الله بعد الاتصالين القادمة راح نسحب على الفائزين من سؤال التاج. كم مرة فاز المنتخب السعودي، أو عفوا كم مرة تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم؟ بعد الاتصالين القادمة راح نسحب على الإجابة الصحيحة من التاج، كم مرة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم؟ هذا آخر سؤال في التاج، والباقي إن شاء الله تكون من اتصالاتكم. وكما قلت لكم ان كم سبق قلت لكم ان اجاباتنا او اسئلتنا كلها واضحه، يعني مره ثانيه على الجميع، واللي نشوفه الصعب شوي عاد. الاتصال قادم من تبوك، مرحبا يا وليد. هلا والله، السلام عليكم. السلام، ارفع صوتك يا وليد. انا حياك. ارفع صوتك. اسمعك. تسمعني؟ ايه اسمع. السؤال يقول: ما هي عاصمة المغرب؟ الدار البيضاء أم الرباط؟ ما هي عاصمة المغرب؟ الدار البيضاء أم الرباط يا وليد من تبوك؟ الرباط. أه؟ الرباط. أثبت على الرباط؟ دقيقة. ما يحتاج لها دقيقة، الله يعافيك. يلا صوت ثبت عليها. ها؟ ثبت على الرباط. ثبت على الرباط والإجابة صحيحة، وألف مبروك يا وليد من تبوك. ألف مبروك يا وليد من تبوك، الإجابة صحيحة، الدار البيضاء غير ليست عاصمة المغرب كما ذكرت في الإجابة الأولى، بل هي الرباط. بعد الاتصال القادم راح إن شاء الله نسحب على التاج على سؤال: كم مرة تأهل المنتخب السعودي لنهايات كأس العالم؟ كم مرة تأهل المنتخب السعودي لنهاية كأس العالم؟ حط إجابتك في التاج البرنامج الروشن 13. على بال ما يجي الاتصال قلنا لكم اللي يصله رسالة من أي شحن أو برسالة شحن لكي يتم شحن هديته، فعلا هي رسالة من الشحن، لأن بعض الناس يقول يجيني رسالة على الجوال، يقول نعم هم إياهم تطبيق، ما ليس مسموح لنا صدح بالتطبيق هذا، تطبيق توصيل، إذا أتصل عليك أو أرسل لك رسالة فعلا هذا هو التطبيق للمتاجر كلها اللي تشوفون الأربعة، يعني هداياكم تصلكم من نفس هذا التطبيق، فالكم إن شاء الله التوفيق. ومتاجركم يقولون ودنا نحن انكم تعطون الجوائز لكل المتصلين كذا وكذا، قلنا بس البرنامج او الفقره لها اليه، اخر الفقره نسحب، اخر الحلقه نسحب على 10 فائزين من اتصالات او من التاج، وجميعهم فازوا من التاج ومن الاتصال. اتصال قادم. ام نواف من القصيم، مرحبا يا ام نواف. هلا والله. مرحبا، تسمعيني يا ام نواف؟ جاهزه للسؤال؟ أين تقع جبال السروات؟ أين تقع جبال السروات؟ عسير في السعودية أم شمال العراق؟ أين تقع جبال السروات؟ في عسير في السعودية أم شمال العراق؟ في السعودية أم في العراق جبال السروات؟ في عسير أم في شمال العراق؟ أم نواف؟ ألو؟ تسمعين أم نواف؟ أين تقع جبال السروات؟ عسير في السعودية أم شمال العراق؟ سمعينا من التليفون؟ ألو؟ أين تقع جبال السروات؟ في عسير؟ ولا في شمال العراق؟ شمال العراق ان شاء الله. السروات اين تقع؟ في العراق ان شاء الله. ها؟ في السعوديه. في السعوديه في عسير يعني، ولا في العراق؟ لا في السعوديه. في السعوديه، والاجابه صحيحه يا ام نواف. ام نواف الاجابه صحيحه،
كاد ان ينقطع الاتصال وتفقد الفرصه ام نواف في المشاركه معنا والفوز معنا في هذه الحلقه، لكن في الاخير لحقت على عمرها وردت او مسك خطها او الله اعلم. على العموم